وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. نرحب بك أستاذة دلال في نشرة أنباء ثالثة، وبداية يعني بمناسبة يوم العمال العالمي، لو توضحين لنا أوجه الدعم والحماية للعمال والمحافظة على حقوقهم ضمن تشريعات وطنية متطورة تتماشى مع معايير العمل الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مملكة البحرين بكافة مؤسساتها الدستورية عملت على ضمان حقوق وحريات العمال سواء الوطنيين أو الأجانب. وأول هذه المعايير والضمانات هو وجود قانون العمل والذي تم طبعا تحديثه وإلقاء ما سبق من نصوص تشريعية سابقة بهدف أن يتم مطابقتها وموائمتها مع المعايير الدولية. نعم. وهذا القانون هو المنظم للعلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وأيضا صدرت قرارات بناء عليه نظمت نصوص الأحكام الموجودة. انضمام البحرين أيضا لمنظمة العمل العربي وكذلك منظمة العمل الدولي ومسايرتها في القرارات التي تصدر عنهم، هذا يأتي أيضا من جملة الاهتمامات المعنية. وجود القضاء العمالي المتخصص في القضاء وسرعة يعني الفصل في هذه القضايا العمالية وإعفاء الدعاوي من الرسوم القضائية عند قيد الدعوة العمالية، أيضا من التيسير في مسألة حصولهم على حقوقهم المقررة قانونا. وجود وزارة العمل أيضا وخاصة الأقسام المعنية في التفتيش في الشكاوى العمالية، هذا جزء من الرقابة التي تتم في هذا الجانب. نظام التحقق من سداد الأجور والتأمين وغيرها من الضمانات، وأهم شيء أيضا وجود قانون منظم للنقابات العمالية بحيث يكفل الحق وضمان الحرية سواء في التأسيس لأي نقابة أو حرية الانضمام إليها، وإقرار أيضا وجوب التأمين على العمال في الأمور المرتبطة في المسائل التي قد يعانون منها في أي شكل أثناء ممارسة العمل. نعم أستاذ دلال، يعني ما هو الدور البرلماني والحكومي تجاه القوانين التي تسهم في تعزيز بيئة العمل الآمنة؟ العمل طبعا في هذا الجانب دور البرلمان تحديدا هي يكون من خلال سن ودعم التعديلات التشريعية المتعلقة في قانون العمل، الرقابة من خلال توجيه الأسئلة أو آليات الرقابة على كيفية ضمان تلك الحقوق والحريات والدعم في هذا المجال، توفير الميزانيات وخاصة فيما يتعلق في دعم الأجور من خلال هيئة صندوق العمل، تمكين الاشتراط المقرر على صاحب العمل بضرورة توفير السلامة وأيضا تغطية مجمل الإصابات التي قد يتعرض لها العامل في مقر العمل. نعم. فرض العقوبات أيضا الجنائية على المخالفين أو من تسبب في إصاباتهم، فهذه الأمور جاءت يعني بناء على تلك التشريعات والرقابة عليها، وأيضا المساءلة في شأن ماهية أحكام الرقابة والتفتيش خاصة من قبل الجهات المعنية. أيضا ضمننا في ذلك أن يكون هناك في لمختلف الجنسيات من العاملين، اليوم المتتبع للبحرين في هذا الجانب أنه أخذت في الاعتبار ترجمة سواء القانون أو الإجراءات الواجب اتباعها لكل عامل يكون أيضا من جنسيات مختلفة بحيث أنه يتيسر عليه فهم القانون وإجراءات التطبيق. فنجد أن هذه الجهود متكاملة فعلا أسست وضمنت فيما يتعلق مستوى وحريات العمال في مملكة البحرين. نعم. سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.